السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكنا عزيزات الطالبات في محاضرة جديدة من مساق مهارات لغوية. هذه المحاضرة 12، وموضوع هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سيكون كتابة المذكرات اليومية، وهذا الموضوع مهم جدا وبكل أجزائه يدخل في الاختبار، وسنوضح ذلك من خلال الشرح بإذن الله تعالى. المذكرات اليومية، ما هي المذكرات اليومية؟ هي كتابة يومية معبرة عن أحداث مرت في الحياة أو مشاهدات يومية أو غير ذلك مر بها الشخص. هذه هي المذكرات اليومية بمعنى أنها حدثت في ذات اليوم. طيب، نقطة أخرى وهي موضوعات المذكرات. أريد أن أكتب مذكرة يومية، ولكن ما هي الموضوعات التي أركز عليها حتى أكتب هذه المذكرة؟ الموضوعات التي يجب عليك التركيز عليها منها أحداث مرت في حياتك وأثرت في نفسك. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأحداث التي أثرت في نفسي هي الأحداث التي تعلمت منها، وهي الأحداث التي اتخذت منها عبرة وعظة، ويمكن هذه الأحداث أن تفيد الآخرين ويتعلم منها الآخرين، وبالتالي تسجيلك لهذه الأحداث. يمكن مثلا لطالبة قرأت هذه الأحداث فقامت بالاستفادة أو أخذ العبرة أيضا، كما أخذت العبرة من هذا الحدث. إذن هذه الفائدة من تسجيل المذكرة بهذا الموضوع، أحداث مرت في حياتك ولكن أثرت فيك فتعلمت منها واتخذت العبرة والعظة منها. هذا الموضوع مهم جدا. مشاهدات يومية مثيرة، مثلا شاهدت أمرا مثير حقا، وهذا الأمر جعلك يعني جعل الأفكار لديك تتوالد شيئا فشيئا، وبالتالي إذا وردت لك أفكار من خلال مشاهدة مثيرة وخطرت ببالك فكرة دونيها. وقلنا قبل ذلك بأن القراءة قيد والفكرة صيد، فإذا أنت اصطدت هذه الفكرة ودونتيها ربما تعودي إلى هذه الفكرة التي خطرت على بالك من خلال مشاهدة مثيرة، وهذه الفكرة تستطيعين مثلا وضعها كعنوان مقالة فيما بعد، أو عنوان قصة، أو عنوان كتاب يمكن تفيدك في يعني وقت آخر غير الوقت الذي سجلت فيه. فالمشاهدات المثيرة جميلة جدا، لأنها تجعل الذهن يتحرك وتجعل الأفكار تتوالد، وبالتالي تسجيلها كمذكرة يومية شيء رائع جدا. النقطة أو الموضوع الثالث وهو يوم معين من أيام حياتك. يعني بعض أيامنا نمر ببعض الأيام وتكون جميلة جدا، لماذا لا ندون بعض المواقف وبعض المشاهدات الجميلة في يوم جميل من حياتنا؟ يوم خرجنا فيه رحلة، يوم استفدنا فيه يعني معلومات كثيرة، يوم مثلا تعلمت فيه الكثير، يوم كذا. فلماذا لا تقومين بتدوين بعض الأمور التي تخص يوما جميلا قضيته مع زميلاتك أو صديقاتك أو يعني مع الأهل أو الأقارب أو ما شابه. إذن هذه تسجيلات. لماذا نقوم مثلا بكتابة مذكرة حول يوم جميل من أيام حياتنا؟ لأننا إذا رجعنا إلى هذه المعلومات أو يعني هذه المذكرة سنسعد كثيرا. كما مثلا تقومين بأحيانا سرحا قليلا في موقف جميل مر بك في حياتك، فتقومين بالابتسام، تبتسمين لهذا الموقف وتفرحين وتحبين كثيرا أن تتذكري هذا الموقف. إذن فما بالك لو كتبتيه كمذكرة واستعدت قراءة هذه المذكرة، ستسعدين أكثر وأكثر. وهنا أريد أن أنوه لنقطة يعني مهمة جدا، ندون السعادة والفرح وكل حكمة تعلمناها وكل درس استفدنا منه وكل عبرة يعني اتخذناها من العبر وأيضا كل عظة، ولكن هل ندون الأحزان التي تزيدنا كآبة وتزيدنا حزنا؟ لا طبعا، نبتعد عن هذه الأشياء. كل الأمور التي تبتعدين عنها صعب أن تطرق خاطرك في يوم الأيام، ربما تطرق لكن تلقائيا حتحس أنك حتبعديها، لكن إذا ابتعدت عنها وتذكرت الأيام الجميلة والفرح فإنك بذلك تستعيدين الأيام الجميلة والمواقف الجميلة وأيضا المشاهدات المثيرة في حياتك والتي أثرت في نفسك وتعلمت منها.
يعني الأمور السعيدة هي التي تذكرنا بالسعادة طبعا والفرح. الأمور التي تؤثر فينا بغض النظر إذا كانت حزنا أو فرحا هي التي نتذكر بأن هذا الموقف تعلمنا منه ولن نكرره، وأيضا اتخذنا منه عبرا كثيرة وعظات كثيرة أيضا. هذا موضوعات المذكرات، لكن الآن سؤال الأهم، ما هي كيفية كتابة المذكرات؟ كيف يمكنني أن أكتب مذكرة يومية مثلا؟ في البداية في السطر الأول من المذكرة نذكر طبعا الزمن واليوم والتاريخ، وغالبا نذكر مثلا إذا أردت أن تضعي عنوانا لهذه المذكرة تكتبين العنوان ثم اليوم والتاريخ أيضا في السطر الأول، حتى يمكن مثلا أحيانا بعد مرور سنة أو سنتين تقولين مرة بي موقف ولكن لا أتذكر التاريخ وكان يوما جميلا، مثلا تقولين في سنة 2016 لكن لا أذكر التاريخ تماما يعني، فتعودين مثلا إلى سنة 2016 إذا كان لديك مذكرات وسجلت هذا الحدث وتقرأين هذا الحدث فإنك تتذكرين أمورا جميلة مررت يعني بها في حياتك. النقطة الثانية، مثال مثلا في الساعة الخامسة من فجر يوم الخميس العاشر من رمضان سنة 2016 أو ما شابه، مثلا أحيانا تقومين في الليل ولا يعني لا تكوني مثلا غير قادرة على إكمال النوم، استيقظت مثلا صباحا الساعة الثالثة أو الثانية فجرا قبل الفجر، الثانية بعد منتصف الليل، خطرت ببالك مثلا موقف معين أردت أن تسجليه أو تكتبيه، أو مثلا لو كنت شاعرة كتبت هذه الأبيات فتكتبين هذه الأبيات، ثم في نهاية الأبيات أحيانا أو في البداية تكتبين أن الساعة كانت أو التاريخ 23/2/95 أو 2005 أو ما شابه، تحت تكتبي الثالثة عصرا أو فجرا أو ما شابه حسب التوقيت الموجود عندك. فطبعا كتابة هذا التاريخ يذكرك بأمور جميلة، كتابة التاريخ يا بنات مهم جدا لاستعادة ما مضى. أحيانا بعض الذكريات الجميلة نتخذها كذكريات نريد أن نتذكرها كل سنة في نفس الموعد، مثلا كعيد الميلاد أو لا أسميه عيد ولكن يوم الميلاد مثلا أو يوم الزواج أو يوم النجاح أو ما شابه، نتذكر هذه السنوات الجميلة التي فيها ذكريات جميلة جدا. ثم في ابدأي بتسجيل الحدث بعد طبعا ذكر الساعة. ممكن على فكرة السطر الأول الزمن واليوم التاريخ يكون في بداية المذكرة ممكن في نهاية المذكرة، لكن بعد ذلك تبدأين بتسجيل الحدث. ممكن أن تضع عنوان لهذا الحدث، هذا يعود لاختيارك أنت. مثال، تحركت بنا السيارة إلى المطار الدولي فأنا مسافر مع والدي إلى بلد بعيد. ممكن هذا في حالة السفر، أحيانا في مشاعر جميلة في السفر سواء كان في المطار أو المشاركة في برامج عالمية أو دولية أو الالتقاء يعني أصدقاء جدد في دول أخرى، هذا أمر جميل يمكن التعبير عنه بمشاعرنا ويمكن التعبير عنه بكلماتنا من خلال معايشة هذا الحدث. لكن في حالنا نحن ممكن بعض الأمور التي نشعر بها بالفرح والسعادة، مثلا التخرج والحصول على الجائزة الأولى أو مثلا المرتبة الأولى في على الكلية أو القسم أو التخصص، هذا أمر جميل جدا أن نسجل ولو بعضا من كلمات السعادة وكلمات الفرح التي شعرنا بها، فنعبر عن يعني هذا الشعور ونعبر عن مشاركة الأهل أو مشاركة الصديقات في هذا اليوم الجميل، أو المشاركة أيضا في يوم الزفاف أو المشاركة أيضا في يوم آخر هذا اليوم فيه ذكرى جميلة وذكرى فيها سعادة وفرحة. هذا بالنسبة للمذكرات. نلاحظ أن التعبير عن الحزن والحنين والفرح طبعا هذا يعود لحسب موضوع المذكرة. أعطى مثال، وفي الطريق إلى المطار لم تغب عن بالي نظرات أمي وهي تودعني في حنان. جميل، بعض يعني منا يسافر لأجل إكمال تعليمه في الخارج وبالتالي يصعب عليه أن يفارق أهله، وبالتالي عندما يودع الأهل فيتذكر تلك النظرات من التي كانت يعني بينه وبين أمه، وهي لا أقول نظرات حزن ولكن نظرات فيها يعني
يعني اشتياق ربما أو حنين لما سيأتي بعد ذلك، هو ربما حزن مؤقت ولكن سيكون فرحة عارمة بإذن الله تعالى لما يعود. ولكن مثل هذه المواقف يا بنات هل تجلب لنا مثلا حزنا كبيرا أو مثلا اكتئابا؟ لا طبعا، هذه الأمور نسجلها حتى نتذكر تلك اللحظات التي تعدنا بفرحة عارمة بعد انتهاء هذه اللحظة. إذن بعد ذلك نتطرق إلى موضوع آخر اللي هو نموذج توضيح للمذكرة، كيف تكون المذكرة؟ موجود في الكتاب مذكرات يتيم في ليلة العيد، هذه المذكرة يمكن قراءتها ولكن ألخصها وأجملها في هذه القصة. طبعا هنا أخ يكتب قصة هي لا أقول حزينة ولكن فيها من العبر كثيرة عن أخته التي يعني عاشت فقدان الأم والأب، طبعا فقدوا الأم والأب، وهذا العيد هو العيد الأول الذي يمر عليهم بعد وفاة الأب والأم معا. فهذه الفتاة تحملت كل هذا الحزن والمأساة لأجل أن تسعد إخوتها وأخواتها ولا تشعرهم بفقدان الأب والأم، فكانت نعمة الأب ونعمة الأخت ونعمة الأم في آن واحد، فلم تشعرهم بأي حزن. لكن يعني هل كانت هي تشعر يعني بالحزن؟ كانت لوحدها وكأنها تريد أن تتحمل كل هذه المسؤولية والعبء لوحدها، ولكن لم تشعر من حولها بهذا الحزن. بمعنى نستفيد من هذه النقطة إنه من يحمل حزنا ليس شرطا أن يجبر من حوله أن يتحمل هذا الحزن أو يؤثر على من حوله، وبالتالي كانت تخفي حزنا كبيرا، لكن بالرغم من ذلك كانت طبعا تشعر إخوتها أو يعني تعوض إخوتها عن النقص الذي هو موجود من فقدان الأم والأب معا. ثم هي يعني كانت توقظهم على صلاة الفجر ليصلون صلاة العيد في المسجد، ثم يأتون ليوقظوها طبعا لتحضر لهم الأمور الخاصة بهذا العيد، وبالتالي هو يشعر بأن أخته تحملت الكثير لأجل إسعادهم، فكان لديه هدف. ما هو هذا الهدف؟ الهدف هو أنه قال يعني يريد أن يسعد إخوته بالعيد، لا أعرف إن كانت هناك تكملة، يريد أن يسعد إخوته في العيد كما أسعدتهم أختهم وأخفت حزنها. فهو هذا الأخ لما كبر بالتالي شعر فعلا بالمسؤولية الكبيرة والحزن الكبير، وبالتالي سيعمل على نهج أخته بأن لا يري الحزن والهم إخوته ويشعرهم دائما بأنهم سعداء، وفعلا هذا هو الأفضل. فلا حزن يدوم إلا طبعا يمكن جلاء الحزن بالشعور بالسعادة وبأيضا تناسي الحزن ويعني إحلال السعادة مكان هذا الحزن. الآن النقطة الثانية، الفرق بين المذكرات واليوميات، وهذا أمر مهم جدا يمكن أن يأتي في الاختبار، ما الفرق بين المذكرات واليوميات؟ أما المذكرات فتأتي على نوعين. النوع الأول كما يفرقه الباحثون بين نوعين من المذكرات. النوع الأول هو ما يكتبه الفرد من مذكرات ومعلومات عن حضوره لندوة أو محاضرة أو اجتماع أو زيارة لمؤسسة طبعا، والهدف منها كتابة تقرير أو شيء من هذا القبيل، يعني مما ينتمي إلى التعبير الوظيفي. يعني هو كتب مذكرة ولكن هذه المذكرة كتبها بناء على زيارة أو محاضرة أو ندوة أو مؤتمر أو مشابه. إذن هل المذكرة تخص الكاتب نفسه؟ لا، هي تخص زيارة أو تخص يعني أمر قام به المحاضر بحضور المحاضرة أو ندوة أو ما شابه الطالب. الآن النوع الثاني أن يقوم بكتابة مذكرة ولكن هذه شخصية عن نفسه، يعني فيكتب ليصف حادثة معينة مرت به أو ينقل تجربة شخصية للآخرين، أو مثلا يذكر مواقف صارة أو حزينة طبعا للآخرين. لكن هنا نقطة مهمة جدا، عندما أكتب عن شخصيتي أو عن أمر شخصي مثلا
لوصف حادثة مررت بها. إذا كانت هذه الحادثة تجلب الاكتئاب وتجلب الحزن وتذكرني بأمور لا طائل من ذكرها، هل هذا المقصود من التجربة أو من وصف الحادثة؟ لا طبعا، حادثة مررت بها. إما أن تكون هذه الحادثة تسعدك كثيرا، أو الأمر الآخر أن تكون قد تعلمت من هذه الحادثة كثيرا وتخذت العبرة والعظة من هذه الحادثة، فكتابتها تذكرك بما تعلمت منه، وقراءة الآخرين لهذه الحادثة يتعلمون كما تعلمت من هذه الحادثة، أو إذا كانت سعيدة يسعدون كما سعدت من هذه الحادثة. لكن الأمور التي يا بنات التي فيها حزن كبير وقراءتها تعيد الماضي وتعيد الأحزان وتجعل من الإنسان إنسان حزين جدا وتجلب له الأمراض، فهذه الأمور نبعد عنها. لماذا؟ حتى لا نضع أنفسنا في يعني طريق لن نخرج منه إلا يعني مرضى أو يعني مصابين بهوس أو شيء من هذا القبيل. إذن ضروري جدا أن نذكر أو نكتب ما يفرحنا وما نتعلم منه. إذن أو مواقف سارة أو حزينة، بشرط إذا كانت حزينة نتعلم منها، يعني نذكر القصة التي يعني أوجزناها فيما قبل، وهي أننا استفدنا بأن من يبتسم حتى هذا لا يعني أنه غير حزين. ربما الابتسامة هذه تحدي لما في القلب من حزن كبير. إذن كل إنسان يحمل حزن في قلبه، لكن هل شرط إنه هذا الحزن يكون مكتوبا؟ لا طبعا. وبالتالي أي موقف حزين إذا كنا يعني إذا كان فيه الفائدة أن نتعلم منه فهذا أمر جميل، لكن غير ذلك لا أحبذ بكتابة الأمور الحزينة جدا التي تجعل من الإنسان مكتئبا وحزينا ويعيش فيه فقط في الماضي. أيضا هذا بالنسبة للمذكرات. إذن يفرق الباحثون بين نوعين من المذكرات. قلنا المذكرات نتيجة لزيارة معينة أو ندوة، حضور ندوة أو محاضرة أو ما شابه. أما النوع الثاني وهو أمر شخصي يتعلق بموقف معين أو يتعلق بحادثة معينة. أما اليوميات، الآن سنتحدث عن اليوميات. واليوميات عبارة عن خواطر يسجلها الكاتب في مقالات أو موضوعات عن الأحداث والأشخاص والأشياء، ويعيد ترتيبها وتبويبها والاحتفاظ بها لتنشر في نفس الوقت أو في وقت آخر يعني يعبر عن ذلك. اليوميات كما هو مشهور ومعروف وموجود بين أيدينا، موجودة وين؟ موجودة مثلا على الفيسبوك، صح ولا لا؟ فيها يوميات. ماذا يكتب كل منا مثلا على يومياته؟ يتطرق إلى حدث معين، إلى حتى شعور معين يشعر بالسعادة أو غير ذلك. أنا أقول ذلك للتمثيل على اليوميات، بإني بأكتب خاطرة خطرت في بالي كحكمة أو مقولة أو شيء تعلمته فكتبته بأسلوبي على مثلا صفحتي أو ما شابه، أو وضعت شعورا معينا ينم على أنني أشعر بالسعادة لحصولي على النجاح أو لحصولي على كذا أو كذا أو ما شابه من النجاحات أو الإنجازات. تماما نفس الفكرة، هذه الفكرة التي تكلمت عنها إلكترونية، لكن ما نقصد باليوميات هنا الكتابة في يعني في نوتة صغيرة أو يعني دفتر صغير تكتبين خاطرة تشتمل على مقالة أو موضوع معين كما قلنا، وتحتفظين بها، ربما تنشرينها في الوقت نفسه، سواء كانت اليوم بينشروا على صفحاتهم، سواء كانت على تويتر أو فيس أو ما شابه. فيعني النشر سهل جدا، لكن النشر الآخر وربما المختلف قليلا عن الصفحات الشخصية، أن ينشر مثلا هذا الحدث أو هذه اليومية التي مر بها في جريدة معينة أو مجلة معينة أو حتى موقع إلكتروني. كثير مثلا يمر بنا وهو مثلا في طريقه إلى عمله يمر بموقف معين، وهو في السيارة مثلا تناول موضوعا معينا مع السائق، يكتب أحيانا عن هذه المذكرات أو اليوميات فيقوم بنشرها في جريدة ورقية أو إلكترونية أو موقع إلكتروني، أو حتى ينشره بأي طريقة كانت، أو حتى له نوتة معينة لا يطلع عليها إلا القليلون وبالتالي يسجلها. لكن كما قلنا اليوم النشر أصبح سهلا وبشكل شخصي على الصفحات الشخصية المنتشرة على التطبيقات المعروفة وهي مواقع التواصل الاجتماعي.
طيب ثم اليوميات يعني يسجل فيها الإنسان أحداث حياته يوما بعد يوم، هي عملية شيقة أحيانا لبعض الناس وممتعة للكاتب التي يسجلها لأنه يشعر بالسعادة من الإنجاز وإحراز النجاح، ولقراءته حتى رواية معينة حتى إلكترونيا يحاولون أن يعني يجسد كل ما يقوم به الإنسان. فتجدين مثلا على صفحة الفيسبوك تجدين المشاعر، تجدين يقرأ كذا، تجدين سافر يعني إلى كذا أو إلى مكان كذا، هذه الأمور تحاول أن تجسد، أو يعني هي عبارة عن أخبار يعني أنت بتكتبي لتخبري غيرك بأنك قمت بذلك أو مررت بهذا الحدث، فتكتبين على شكل يوميات أو شكل يعني مذكرة يومية أو منشور أو ما شابه. إذن هي شيقة، لكن البعض يتخذ من هذه اليوميات حقيقة. نجد أن من يسجل اليوميات هو الحزين، يعني يريد أن يسجل بعض أحزانه لأنه يشعر أن هذه الأحزان كثيرة وقد عانى منها كثيرا فيقوم بكتابة الأحزان. هذا خطأ شائع يا بنات، يعني كما قلت ليس من الضروري أن نسجل الأحزان. العيش في الأحزان أمر متعب حقيقة ويجلب أو لا يجلب سوى الاكتئاب، فالابتعاد عن الأحزان مهم جدا حتى لا تتعود على هذه الأمور. دائما إذا اقتربت منها هي ستقترب منك أكثر فأكثر، لكن الابتعاد عن الأحزان والشعور بالفرح دائما أمر مهم جدا. كما أن تفاءلوا بالخير تجدوه ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وبالتالي يجب علينا أن نتفاءل دائما ونسجل كل ما يفرحنا ونبتعد عن كل ما يجلب لنا أي حزن أو ما شابه. اعتمد منهج الجمع بين هذه النقطة أو هاتين النقطتين في مصطلح واحد هو المذكرات اليومية. إذن من خلال ذكر المذكرات والمذكرات اليومية واليوميات نفرق بينهما من خلال نوعي المذكرات واليوميات، أيضا من باب التسهيل على القارئ، وأيضا من باب أن اليوميات والمذكرات تقريبا في تشابه بينهما. إذن هذا هو الفرق بين المذكرات واليوميات وهو فرق مهم جدا. وهكذا نكون قد انتهينا من موضوع المذكرات واليوميات أيضا وفرقنا بينهما، وننتهي من هذه المحاضرة، وأتمنى أن نلتقي في محاضرة أخرى وموضوع جديد بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.